وللحديث أكثر حول ما شهده هذا العام من إنجازات للقطاع المالي في المملكة وكذلك في إدراج السوق المحلية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في هذه الذكرى الغالية 89 بتوحيد المملكة، ينضم معي هاتفيا من الجبيل المحلل الاقتصادي فضل البعينين. مساء الخير أستاذ فضل. مساء النور، حياك الله. بداية حدثنا عن مشهد تحقيق المؤشرات الاقتصادية الذي حصد الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشرت في البداية إلى القطاع المالي وما يتعلق بالمالية العامة، ولعلي أركز على تقرير صندوق النقد الدولي كي تكون الإشارة من المؤسسات العالمية المستقلة. في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي أشار إلى استمرار التحسن في النمو غير النفطي، وتوقع صندوق النقد لاقتصاد المملكة العربية السعودية ارتفاع النمو غير النفطي إلى 2.9% وارتفاع مستوى الثقة بالاقتصاد السعودي وزيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى ارتفاع نمو الائتمان، وهذا أمر غاية الأهمية ومرتبط بالقطاع المالي والقطاع الخاص بشكل خاص. أيضا محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة، وكلما كانت هذه السيولة متاحة للقطاع المصرفي كانت قدراتها التمويلية أكبر. ولعلي أشير إلى جانبين مهمين، الأول ارتفاع حجم الائتمان الكلي في القطاع المصرفي وهذا أمر يبعث على التفاؤل، الجانب الآخر وهو ارتفاع محفظة التمويل العقاري وهذا يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالتمويل العقاري وتملك المساكن. ما يتعلق أيضا بالمؤشرات المالية الجيدة، هناك تقلص في النصف الأول من العام 2019 في ميزانية الدولة، تقلص في عجز الميزانية بنسبة 86% وهذا أمر غاية في الأهمية، وبالتالي انخفض من توقعات 41.7 إلى 5.7 فقط، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات ب 15% وارتفاعات الإيرادات غير النفطية بنسبة 14% وزيادة الإيرادات النفطية ب 15%، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن الإصلاحات المالية في طريقها الصحيح. نعم، خصوصا أنت ذكرت استكمالا لما ذكرت القطاع المالي والقطاع المصرفي والتغيرات التي حدثت، لكن دعنا نشير أيضا إلى الاستثمارات الأجنبية التي أيضا من جهتها شهدت قرارات مهمة. نعم، ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية كانت مرتبطة بجانبين أساسيين، الجانب الأول وهي ترقية مؤشرات السوق السعودية وربطها بالمؤشرات الدولية، مؤشرات الأسواق الناشئة الدولية، وهذا ساعد في تدفقات استثمارية على السوق المالية بشكل لافت، وهذا سيعزز من مكانة السوق المالية السعودية وجاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب حول العالم. وهذا الأمر لم يكن ليحدث لولا الإصلاحات الهيكلية في السوق المالية وبرنامج أيضا تطوير القطاع المالي، وهذا من الأمور المهمة. النقطة الثانية مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، ويجب أن نشيد بصندوق الاستثمارات العامة حيث عقد شراكات متخصصة ونوعية مع مستثمرين أجانب وكانت تركز على القطاعات المستهدفة ومنها قطاع الصناعات العسكرية والقطاع السياحي. استكمالا لما ذكرت أيضا أستاذ فضل، بالأمس شهدنا توقيع زيادة للرخص الأجنبية من قبل هيئة الاستثمار، وهذا ما يعني الزيادة المهمة بأن البيئة الداخلية للمملكة بيئة جاذبة استثماريا، خصوصا زيادة الرخص الأجنبية للاستثمار الأجنبي التي تزيد عاما بعد عام خصوصا في هذا الربع من هذا العام. الأستاذ فضل البعينين المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.